تقف الكلمات عاجزة أمام معاناة أهالي منطقة بدج وبني أحمد من محافظة ريمة، حيث لا يزالون يعيشون في القرون القديمة، لم تصلهم الطريق بعد، يتجرعون العذاب ألوانا، ينقلون على ظهورهم طعامهم وكل ما يلزمهم للعيش في تلك الجبال الشاهقة، ويقطعون المسافات البعيدة مشيا على الأقدام. أما مرضاهم ففصول لا تنتهي من المعاناة، فهم يحملونهم على النعوش راجلين لما يقارب 4 ساعات وفي طريق لا تكاد تنظر إليها لمجرد النظر لصعوبتها وانحدارها الشديد. حركة والله الصباح الساعة يعني 7 يعني بعد الفجر وصلنا إلى شغل بتقضين قبل لنا مغاضي ولا من تحت السائلة هذيك نمشي على الأقدام تعبك يعني تعب معانا قليل المغاضي اعتقدنا والله ما في البيت اللي قدام عيبين عجيب وكنا احنا عايشين خارج العالم ما كان احنا يعني من جملة العالم. نعاني هنا أشد المعاناة بسبب انقطاع الخدمات وفي مقدمتها الطريق، كنا وما زلنا حتى اللحظة إذا مرض أحد وأردنا إسعافه إلى الحديدة أو صنعاء لأنه لا يوجد مراكز صحية هنا، يحمل على الأكتاف مشيا على الأقدام ما يقارب 7 إلى 8 ساعات. الأمتعة توصل إلينا، أمتعتنا وأشيائنا اليومية واحتياجات حياتنا اليومية، الكيس القمح يوصل إلينا بما يقارب 30,000 ريال من منطقة الرباط. هكذا تكون الحياة في ظل انعدام الطريق جحيما لا يطاق، لكن ثم بعد العسر يسرا، ومن رحم المعاناة يولد التحدي والإصرار. يتكاتف أهل المنطقة يدا بيد وبجهود ذاتية لشق طريق يستفيد منه أكثر من 30,000 نسمة ليكون لهم شريان حياة يخلصهم من معاناتهم التي لم تفارقهم منذ ولدوا على هذه الأرض. كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لخيالا. هذا المشروع الذي نحن في انتظاره لمدة زمنية كبيرة أصبح اليوم المواطن مسرورا بهذا المشروع للمعاناة الذي عاناها طويلا، لأنه يخدم كثيرا من العزل والقرى التابع لها والمحلات، عدد سكاني كبير جدا. بدأ التكاتف رجال وشباب ونساء وأطفال وأصحاب الخير كذلك. النساء تبرعن بالحلي والذهب والمجوهرات والبقر والأغنام، وكذلك الرجال والأيتام ساهموا لهم مساهمة في هذا الشيء لكي يتحقق حلمهم هذا ويخففوا من معاناتهم. يحتشد المواطنون هنا ليروا الحلم الذي طالما ظل يراودهم وظلوا يحلمون به، تنبض قلوبهم فرحا وهم يشاهدون الحلم بات قاب قوسين أو أدنى. يأتي هذا الشيخ وقد بلغ من الكبر عتيا ليشاهد الأمل الذي طال انتظاره وهو يتحقق خطوة خطوة وعلى أيدي الخيرين والمتعاونين من أبناء المنطقة. إن شاء الله الخطة هذا نقول نعمل فيه خير، وإن شاء الله يكون فيه الأمل والسعادة للمواطنين جميعا إن شاء الله، ويسعدوا بعصر الخطة هذا إن شاء الله. نأمل أن يكتمل هذا المشروع بخير وحتى يتحقق حلم الأجيال وحلمنا جميعا. نناشد رجال المال والأعمال والتجار أو الجهات المختصة أو صندوق أو أيا كان بأن يمدوا يد العون والمساعدة لتحقيق حلم أكثر من 30,000 نسمة يعانوا أشد المعاناة، وهي في عزة بدج وبني أحمد وبني قدع القائبة عن الإطار الإعلامي، ولا توجد أي منظمات أو جهات تلتفت إلى هذه العزل. المبادرة قائمة والعمل مستمر وبوتيرة عالية رغم الصعوبات والمعوقات، والتي من أهمها الجانب المالي، حيث يشتكي القائمون على العمل من شحة المال وقلة الدعم، آملين ألا يتوقف هذا المشروع الجبار الذي سيضع حدا لمعاناتهم وينقلهم إلى العيش بأمان بعيدا عن المشقة والمنحدرات الخطرة والعذاب الأليم.